تعالوا نبتدي مع بعض دلوقتي بأهم الأخبار اللي اتقالت عن النادي الأهلي في الجرائد. الأهرام اليوم الأهلي يصطدم بوفاق سطيف في قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا. كارتيرون لا نخشى النجيل الصناعي وهدفنا تأشيرة المباراة النهائية. الأخبار الأهلي يسعى لخطف تأشيرة النهائي الأفريقي على حساب سطيف. الجمهورية بطل مصر عينه على النهائي. الأهلي والوفاق مين يحسم السباق؟ الأحمر يتسلح بالخبرة وسطيف يتحدى بالجماهير. الوفد حلم الأميرة التاسعة يراود الجماهير الحمراء. الشروق الأهلي في مهمة صعبة أمام وفاق سطيف على ملعب 8 مايو. الوطن نهائي دوري الأبطال يغازل الأهلي في مواجهة قوية مع وفاق سطيف. التحرير الطريق إلى النجمة التاسعة. الأهلي في ضيافة سطيف متسلحا بتاريخه أمام الأندية الجزائرية. الأخبار المسائي الأهلي يطلب الوفاق من الأميرة الأفريقية. الأحمر يواجه سطيف لتأكيد التفوق والوصول لنهائي دوري الأبطال. اليوم السابع الأهلي يتحدى وفاق سطيف في موقعة الصعود للنهائي الأفريقي. كارتيرون يحذر من إهدار الفرص واللاعبون يتعاهدون على التأهل والتمسك بحلم المونديال والطوسي سنفوز بالثلاثة. المسا الفوز أو التعادل يضمن للأهلي الصعود للنهائي الأفريقي. وصول الأحمر لضربات الترجيح يقلل من فرص التأهل. كارتيرون هدفنا حسم النتيجة في الوقت الأصلي. روزل يوسف الأهلي نعرف كيف نلعب أمام سطيف. الدستور الأهلي يبحث عن التأهل للنهائي الأفريقي أمام وفاق سطيف والراعي يدرس توفير طائرة خاصة.